السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي شهيوات فاطمه. كنتمنى الفيديو اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. بسم الله على بركه الله، غادي نقدم لكم حلوه ديال ريش بوند بالطريقه ديالي انا، حلوه ديال العيد ان شاء الله باذن الله. بسم الله، عندنا في المقادير عندي 250 غرام ديال الزبده مارغرين، عندي كاس ديال الحليب المحلى، عندي جوج كيسان ديال زيت المائده، كيسان ديال العنبه، عندي 4 ديال البيضات، عندي جوج كيسان ديال السكر سنيدة، عندي كاس ديال النشا، عندي جوج صاشيات ديال الخميرة الحلوة، جوج صاشيات ديال لافاني، والدقيق على حسب الخليط. وفالتالي غنقول لكم انا بالغرام شحال ديال الدقيق دخل في هاد الحلوة. بسم الله على بركة الله، اول حاجة كنضيفو الزبدة مارغرين مع السكر سنيدة. انا هنايا كيبان لكم بحال السكر كلاصي، انا هنا غير طحنتو حيت صدق لي الحبيبات ديالو كبار. غنضيف ساشيات ديال لافاني، جوج ساشيات، والقليل من الملح، غير القليل، وغادي نخدمهم مزيان مع بعضياتهم برؤوس الاصابع حتى يذوب هذا السكر مزيان وينسجم مزيان مع الزبده، ونرجع باش نضيف المكونات الاخرى. من بعد ما خلطت المارغرين مزيان مع السكر، دابا غادي نضيف الزيت. بسم الله، نضيف البيض، دابا غنضيف الحليب المحلى. هذا الحليب المحلى كيعطي واحد النكهه رائعه لهذه الحلوه هذه. ونخلط مزيان. نضيف دابا النشا او دقيق الذره او المايزينا، ونخلط. نضيف الدقيق، الخميره الحلوه، جوج ساشيات، ونبقى نضيف الدقيق حتى نحصل على العجينه اللي بغيت انا، ما تكونش قاصحه وما تكونش جاريه. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نسالي نخلط الحلوه ديالي، ونرجع نقول لكم شحال ديال الدقيق دخل في هذه الحلوه هذه. هذه هي العجين ديال الحلوه. من بعد ما خلطتها انا دخلت هنايا كيلو وربع ديال الدقيق، يعني كيلو و 250 غرام. نتوما الا جاتكم الكميه كثيره يمكن لكم تنقصوا من المقادير اللي درت انا. انا بغيت تجيني بكميه كثيره حيتاش كتجي زوينه، كنبغي تكون عندي في الدار دائما. بسم الله على بركه الله، هي كتجي العجينه طريه. غادي نكور هاد الحليوه هادي على هاد الطريقه هادي. اللي بغاها تكون كبيره غيكبر الحجم، اللي بغاها تكون صغيره يدير الكويرات صغار، كيبقى على حساب الطوق ديال كل واحد. هاد الحلوه هادي كتجي رائعه وخفيفه، انا متاكده ان شاء الله فاش تجربوها بنفس الطريقه غتولي معتمده عندكم. انا غنكمل بنفس الطريقه حتى نسالي ونرجع. انا كورت الحلوه ديالي، انا شعلت الفران، خليت الفران حتى سخن مزيان، وغنقص له وغندير الحلوه في الجهه الفوقانيه، ونخليها طيب على خاطرها، ما نخليوهاش تحمر بزاف باش كتبقى هشيشه وطريه حتى طيب الحلوه. ونرجع لها. ها هي الحلوه من بعد ما طابت، دابا غادي نخليها تبرد. على ما تبرد غادي نحضر باش نزوق معكم الحلوه ديالي. من بعد ما بردت الحلوه انا رجعت معكم، انا حضرت المكونات باش غادي نزين هذه الحلوه هذه. عندي الكوك، الشوكولا فيرميسيل، وعندي اللوز مقلي بالقشر ديالو مهرمشاه، وعندي المربى او الكوفيتير ديال المشمش، سخنتو زدت معاه شويه ديال ماء الزهر،
وعندي الشكوره مذوبه. بسم الله على بركه الله نبدا معكم التزيين. غادي نشد الحلوه غادي نغطسها في الكوفيتير ونفندها في الكوك. هادو غادي نفندهم في اللوز مهرمش. نتوما اللي عندكم في الدار اللي متواجد عندكم يمكن لكم تزينوا به، كل واحد كيزين بالطريقه اللي كتعجبو وبالمتوفر عندكم في الدار. انا هنا دايره اللوز، يمكن لكم ديروا كاوكاو. هاد الحلوة تبارك الله كتجي رائعة وكتجينا كمية كثيرة. هادو غادي ندوزو في الشكلاط ونفندهم في هاد الفيرميسيل ديال الشكلاط. هانتوما كيجيو على هاد الشكل. انا غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه ديالي كامله ونرجع معكم. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالي، هي كتجي على هذه الطريقه. كيجي بلاطو رائع مشكل بمذاقات مختلفه، مذاق رائع كل وحده تنسيك في وحده. انا زينت ما وريتكمش هذا، زينتهم هذا الفيرميسيل الملونه. نتوما تزينوا بالطريقه اللي بغيتوا. تبارك الله نعطاتني كميه كبيره، صورت معكم غير هذا البلاطو هذا باش تشوفوا الشكل النهائي. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وما تنساوش تشاركوا في القناه وتدعموني بلي لايك ديالكم والكومونتيرات زوينين ديالكم. وهاد الحلوه هادي نوجدوها لمناسبه العيد، ان شاء الله يدخل عليكم هاد العيد بالصحه والسلامه باش ما تمنيتو يا ربي. وشكرا، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتي شيوات فاطمه. اليوم غادي نحضر لكم صابلي بيدون بيض، كيجي رائع وشيش. بسم الله على بركه الله نقول لكم المقادير. عندي 250 غرام ديال الزبده مارغرين، عندي كاس ما عامرش ديال النشا، كاس ديال الزيت زيت المائده، كاس ديال السكر سنيده، عندي ساشي ديال الخميره الحلوه. هاد العجينه غادي ننكهها بجوج النكهات، نص ديال العجينه غادي تكون منكهه بقشر البرتقال، والنصف الثاني بجوج ساشيات ديال الفلون فاني. بسم الله على بركه الله نبدا. دفء الزبده
السكر سنيده، شويه ديال المليحه غير نبيشه. غادي نخدم هاد الزبده مزيان مع السكر حتى تولي لي بحال كريم، ونرجع عاد نضيف المكونات من بعد ما خلطت الزبده ديالي مزيان مع السكر. دابا غادي نضيف الزيت، نخلط مزيان. نضيف النشا، هاد النشا كتخلي الحلوة ديالها تجي خفيفة. الخميرة ديال الحلوة، دابا غنضيف الدقيق. الدقيق ما قلتلكمش شحال قبيله، انا عندي هنا 800 غرام ديال الدقيق الابيض، من الافضل يكون الدقيق الجيد. الدقيق كيبقى على حساب الخليط، انا غادي نخلط بحال هكا، وفي التالي غنقول لكم شحال ديال الدقيق تخلي في هذا الحلوى. ما خلطت الصابلي ديالي، انا دخلت عندي هنايا 600 غرام ديال الدقيق، وكيبقى الدقيق على حساب النوعيه ديالو. دابا انا قسمت العجين ديالي على جوج، النصف الاول غادي نكهو بقشر البرتقال، والنصف الثاني الفلون فاني. غادي نخلط هاد النكهات بجوج مع العجينات بجوج، ونرجع نشكل معكم الصابلي ديالي. من بعد ما خلطت العجينات ديالي بجوج بالنكهات، النكهه الاولى بالبرتقال، النكهه الثانيه بالفلون فاني، ورقتهم وضعت البلاستيك الغذائي هكا ورقتهم. دابا غادي نطبعهم معكم. انا عندي هاد الطوابع هادو، عندي هذا على شكل بيضاوي، وعندي هاد المثلث هذا. غادي نطبع العجين ديالي، انا العجين ديالي خليته على هاد السمك هذا. نطبع على هاد الشكل هذا، وهذا بهاد المثلث، هاد العجين هادي بالمثلث. غادي نسالي انا بنفس الطريقه حتى نسالي ونرجع معكم. من بعد ما ساليت الصابلي ديالي بالتشكيل على الطريقه هادي، انا شاعله الفران من قبل سخون مزيان، غادي نقص ليه وندير الحلوه ديالي في الجهه الفوقانيه. انا عندي الفران عادي، نقص البوطه ونخليه يطيب على خاطرو، ونرجع لكم من بعد ما يطيب الصابلي ديالي. هذا هو الشكل ديال الحلوه من بعد ما خرجتها من الفران، بعد ما طابت هي كتجي على هذا الشكل هشيشه. خصنا نهزوها غير بشويه باش ما تهرس لينا. دابا غادي ندوب الشكلاط الابيض والشكلاط الاسود، ونرجع معكم باش نوريكم الطريقه ديال التسويه. من بعد ما ذوبت الشكلاط واستعملت هاد الليمون هادو، هادو كيعطيوني هاد لي بابيون، وانتم زينوا بالشكل اللي بغيتو. وهذا اللي درت به هاد الشوكولا البيضاء ودرتهم جمدو. ودابا غندوز باش نزين الحلوه ديالي، وعندي الكونفيتير. الكونفيتير غادي نزين به هاد الحلوه هادي اللي هي منكهه بقشر ديال البرتقال، وهذا الكوفيتير تا هو ديال البرتقال. غادي نزين بالكوك. بسم الله على بركه الله. غنبدا معكم اول حاجه، غنبدا بهذه هي الاولى. بسم الله التزيين كيبقى كل واحد كيفاش كيبغي يزين الحلوه ديالو. غادي نغمسها في هذا الكوفيتير. هذا الكوفيتير تا هو ديال البرتقال، حيت الحلوه عندنا بنكهه البرتقال. غادي نغمسها شويه في الكوك، وغنجيب هاد لي بابيون هادو ونوضعهم حتى هما في الكونفيتير باش نثبتوهم فوق الحليوه ديالنا. نزيد معكم وحده اخرى، نغمسوها في الكوك بهذه الطريقه هادي. انا اختاريت نزين بهذه الطريقه، وانتم اي طريقه زينوا بها الطريقه اللي بغيتوا. دابا غناخذ هذه، غادي نثبت هذاك الشكلاط الابيض فوق فوق الصابلي ديالي بهذه الطريقه. غنوضع شويه ديال الشكلاط الاسود، منها نثبت به، منها يعطينا داك المنظر زوين، مزيج ما بين الشوكولا البيضاء والشوكولا السوداء.
نزيد الحليب غادي نكمل بنفس الطريقه نسالي الحلوه ديالي كامله ونرجع نوريكم الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي ديالي، هانتوما كيجي على هذا الشكل هذا. زينتو بهذه الطريقه تبارك الله 250 غرام ديال الزبده كتعطينا كميه كثيره ديال الصابلي. عطاتني ثلاثه ديال البلاطويات بحال هكا، انا صورت معكم غير هذا البلاطو. كيجي فتي وهشيش، كنصحكم ملي تكونوا كتزينوه حاولوا ما تضغطوش عليه باش ما يتفتتش ليكم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تشاركوا في القناه ديالي ودعموني بلي لايك والكومنتات الزوينين ديالكم، وشكرا لكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتي شهيوات فاطمه. اليوم غادي نحضر لكم عصير صحي وبنين وبمكونات بسيطه. بسم الله على بركه الله. نقول لكم المقادير، عندي طرو ديال الحليب، عندي اللوز، التمر، والشوفان، الشوفان مطحون. انا ما غاديش ندير السكر، غنكتفي بالحلاوه ديال التمر، واللي بغى يدير السكر يديرو. بسم الله على بركه الله. نبدا نضيف اللوز. اللوز انا مخليه هكاك، ما قليتو ما والو، خليته بالقشور ديالو. ضفت التمر، هذا العصير كيجي صحي وبنين. نحل العصير ديالي ونرجع معكم. هذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديالي من بعد ما طحنته مزيان، كنزينو بهاد التمريرات بحال هكا. كيجي عصير رائع لذيذ وصحي 100%. انا متاكده غينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشاركوا في القناه ودعموني بلي لايك والكومونتيرات ديالكم زوينين، وشكرا. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي شهيوات فاطمه. اليوم غنحضر معكم شباكيه كتجي رائعه. غنقول لكم المقادير، بسم الله على بركه الله. عندي كيلو ديال الدقيق، عندي شويه ديال الملحه، كاس عامر، نص زيت روميه زيت المائده، ونص زيت الزيتون، وعندي نص كاس ديال الزبده مذوبه، كاس ديال العنبه ديال الجنجلان محمر ومطحون مزيان، كاس ديال اللوز محمر ومطحون مزيان، حمرته في الفران بالقشور ديالو وطحنته مزيان. عندي نص كاس ديال ماء الزهر، عندي نص كاس ديال الماء وضعت فيه القليل من زعفران شعرة، عندي معلقة كبيرة ديال النفع مطحونة، معلقة كبيرة ديال القرفة، عندي ساشي ديال الخميرة ديال الحلوة، صفر بيضة، القليل من المسكة الحرة مدقوقة مع الدقيق، عندي معلقة صغيرة ديال الخرقوم البلدي، القليل من خميرة العجين. بسم الله على بركة الله. نبداو بالحاجة اللي ناشفة، النواشف وملوالة، القرفة، النافع، خميرة الحلوة، المسكة الحرة،
الخرقوم البلدي، اللوز، الزنجلان، القليل من الملح. نخلط هاد النواشف مزيان مع الدقيق، ودابا نزيد زيت الزيتون وزيت المائدة، نص كاس نص كاس نص كاس ديال الزبدة، صفر بيضة، ماء زهر، والماء اللي فيه زعفران الشعرة. خميرة، بسم الله، نبدا نخلط في هذا الشيء. كنعتذر نسيت ما قلت لكمش الخل، عندي ربع كاس ديال الخل، بسم الله. غادي نعجن العجين ديالي، ولا ما تجمعتش ليا العجين نزيد القليل من الماء. العجينة كتكون شادة في راسها، ما تكونش خفيفة ما تكونش قاصحة بزاف، باش كتعطينا طعم في الخدمة. دابا انا غنعجن العجين باش ما نطولش عليكم الفيديو، غنعجن العجين ديالي وندلكها مزيان ونرجع معكم. بعد ما عجنت العجين ديالي ودلكتها مزيان وقطعتها على هذا الشكل، دابا غادي نورقها معكم، نوريكم الطريقة كيفاش كندير لها. انا نورق العجين ديال الشباكية، من بعد ما ورقت العجين ديالي دابا غادي نطويه هكا على الطريقه ديال المسمن. بهذا الشكل هذا انا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه كامله ديال العجين اللي عندي ونرجع معكم باش نشكل الشباكيه. من بعد ما ساليت العجين ديالي كامل كما قلت لكم في الاول، دابا غادي نبداو على بركة الله نورقو العجين باش نشكلو الشباكية ديالنا. دابا من بعد ما ورقت العجين ديالي مزيان كنرققها مزيان، غادي نقطع هاد الجوانب، كنرجعو كنجمعو العجين ديالنا بحال هكا. انا غنوريكم نشكل معكم وحيدات باش تشوفوا الطريقه. كنديروا واحد جوج ثلاثة أربعة، كيجيونا ستة ديال الأشرطة. كنهزو واحد ونخليو واحد ونهزو ثالث بحال هكا، وبنفس الطريقه نهزو واحد ونحطو واحد، كنجيو لهاد القنيت هذا ونلاقيوه مع القنيت الاخر ونقلبو. كتجينا على هاد الطريقه بحال شي وريضه. نزيد معكم وحده اخرى، عندنا
عندنا هنا خمسة ديال الأشرطة، كنهزو واحد ونخليو واحد تحت الصبع، نهزو الثاني ونخليو الآخر ونهزو هذا هكا، ونشدو هاد القنيت مع هاد القنيت هذا، ونقلبو العجين ديالنا، نقدوها بيدينا على هاد الطريقة. هاهي كتجي على هاد الشكل هذا. صافي انا غنكمل معاكم بنفس الطريقه، كنظن الطريقه راه مفهومه، حتى نسالي العجين ديالي كامل ونرجع معاكم. هذه الحلوه من بعد ما ساليتها بالشباك، دابا غادي ندير زيت سخن باش نقليها. بسم الله، من بعد ما سخنات الزيت غادي نضيفو الحلوه ديالنا تقلى. نقدوها بالفرشيطة، من بعد ما تتقلى نضيفو غير تعسل. من بعد ما تقلات الحلوة نحيدو هادو اللي تقلاو، نحطوهم في العسل. هاد العسل منزلي، هذا اللي حضرت معاكم في الفيديو السابق. اللي ما شافش الفيديو غنخلي له الرابط في صندوق الوصف، دخلوا وشوفوا الفيديو ديال العسل. انا غادي نكمل بهذه الطريقة، هذه غنخلي الحلوة تعسل مزيان وغنهزها ونزينها بجنجلان. نكمل بنفس الطريقة حتى نسالي ونوريكم الشكل النهائي ديال الحلوة. هذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه ديالنا، هانتوما شوفوا كي كتجي فنه، غزاله، هشيشه وبنينه. نتمنى الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تشاركوا في القناه وتدعموني بلي لايك والكومونتيرات الزوينين ديالكم. بالنسبه للناس القدام كنشكرهم بزاف بزاف بزاف، والناس جداد هما شكرا لكم جزيلا، وعواشركم مبروكه ورمضان مبارك سعيد عليكم. شكرا، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتي شهيوات فاطمه، كنتمنى نلقاكم على خير وبخير. اليوم جيت معكم نحضر واحد الكريمه، واحد التحليه كتجي زوينه وخفيفه ورائعه بمكونات بسيطه. بسم الله على بركه الله، نبدا لكم بالمقادير. عندي نص سيترو ديال الحليب، جوج معالق ديال السكر سنيده، جوج معالق ديال النشا، فلون فاني، والشوكولا البيضاء. بسم الله على بركة الله نبداو. أول حاجة نضيفو السكر سنيدة، النشا جوج معالق ديال النشا، واللي ما عندوش النشا يمكن له يضيف الدقيق، أنا كنفضل النشا صحية أحسن. فلون فاني، نخلط هاد المكونات مزيان، تطلق مزيان ونضيفها فوق النار حتى تعقد ليا ونرجع معاكم. حنا درنا الكريمه ديالنا فوق النار، غنبقى نحرك حتى تعقد غير شويه، ماشي بزاف، كتبقى سائله، تعقد شويه ونرجع معاكم. هذه التحليه ديالنا من بعد ما تمشي شويه اختارت، غنضيف عليها الشوكولا البيضاء. الشوكولا من الاحسن تكون من النوع الجيد باش تعطينا مذاق زوين. غادي نحرك حتى يذوب الشكل ونرجع معاكم. من بعد ما ذابت لي داك الشوكولا مزيان مع هذا الخليط، الشوكولا كتبقى اختياريه، الا اللي ما بغاش يديرو ماشي مشكل. دابا غادي نعمر هاد الكويسات هادو، ما
ماشي غنعمرو، ما ندير فيهم غير النص، وغادي نخليهم حتى يبردوا باش التحليه هذه تشد راسها، على ما نصاوب التحليه الاخرى اللي غتكون مكها بالشوكولا، ونرجع معكم. من بعد ما درت التحليه في الاولى في الكيسان تبرد، دابا غندوز نصاوب الطبقه الثانيه معكم اللي غتكون منكهه بالكاكاو. وبسم الله على بركه الله، عندي سيترو ديال الحليب، ساشي ديال الفانيلا، ثلاثة ديال المعالق كبار ديال السكر سنيدة، هنا درنا ثلاثة ديال المعالق على حقاش عندنا الكاكاو مر كيبغي السكر، السكر كيبقى على حساب الذوق ديال كل واحد، حتى الا بغيتو ديروه مسوس على حساب الناس اللي ديما كياكلوش السكر، ممكن نضيفو الكاكاو. ضفنا المايزينا، جوج معالق كبار ديال المايزينا، دابا نضيف الكاكاو ونخلط بنفس الطريقة حتى ينسجمو العناصر المكونات لي عندنا كاملين، متبقاش ميبقاش ديك الحبيبات. من بعد نضيفو فوق النار بحال الخليط اللول حتى تعقد، ونرجع نكمل معاكم. دابا غنزين معاكم التحلية ديالي ولا ديسير. بسم الله، عندي هنايا انا اللوز محمره ومهرمشاه بالقشر ديالو، وهنا هذا خليته هكا صحيح باش نزوق به، وعندي هاد السيجار ديال الشوكولا. غنضيف هاد اللوز اللي عندي مقلي ومهرمش، انا خليته بالقشر ديالو على هاد الشكل هذا، ونضيف الكريمة من الفوق، ونخليه حتى يبرد. هذا هو الشكل النهائي ديال التحلية ديالي، هانتوما كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي زوينة وبنينة. يمكننا نصبوها في رمضان ان شاء الله في السحور، كنتمنى هذا رمضان ان شاء الله يدخل علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه بالصحه والسلامه، ويا ربي تهز علينا هذا الوباء وترجع حياتنا طبيعيه كما كانت يا ربي. هانتوما كيجي على هذا الشكل هذا، زوين رائع بنين وخفيف، وكنتمنى الناس اللي اول مره غيشاهدوا القناه ديالي يشاركوا في القناه ويدعموني بالجيم ديالهم وتعليقات زوينين. شكرا، وكنتمنى الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتي شهيوات فاطمه. اليوم غادي نقدم لكم جينواز، غنحضر لكم جينواز. المقادير عندنا 6 ديال البيضات، كاس ونص ديال سنيده، عندنا كاس ونص ديال الدقيق الابيض، عندنا ساشي ديال لافاني، ساشي ديال الخميره ديال الحلوه، وقليل من الملح. بسم الله على بركه الله نبداو. اول حاجه كنبداو بالبيض. بسم الله، البيض ضروري يكون عندكم بحرارة المطبخ باش الجينواز ديالكم كتصدق زوينة. نضيفو سكر سنيدة، الفاني، قبيصة ديال الملحة، ونبداو نطربو الخليط ديالنا. بسم الله، الخليط ديالنا حتى كيتزاد الحجم ديالو، كيتضاعف الحجم ديالو.
بعد ما خلطنا البيض مزيان مع سنيده حتى تضاعف الحجم ديالهم ولا بحال هكا. دابا غادي نضيفوا الدقيق. بسم الله. والخميره. غنبداو نخلطو غير بالفوي اليدوي، غير بالخلاط اليدوي، غير بشويه من التحت باش كتنجح معانا لا جينواز ديالنا. نخلطو بهاد الطريقه. من التحت للفوق ونبقاو في نفس الاتجاه باش ما كينزلش لينا البيض. نبقاو نحركو حتى ما كيبقاوش داك الحبيبات ديال الدقيق كيبانو. الدقيق عندنا مغربل، ضروري يكون الدقيق مغربل هو والخميره ديال الحلوه. انا غنستمر بحال هكا ونرجع نقاد المول ديالي. من بعد ما ساليت بالتخلاط، انا هذا هو المول اللي غادي ندير فيه الجينواز ديالي. هنايا درت شويه ديال الزبده، شويه ديال الزبده في كل بلايصه باش لصقت ورق الزبده، باش كنضمن ورق الزبده يبقى لاصق في البلاصه ديالو بداك الزبده اللي درنا من تحت. وغنزيدو شويه ديال الزبده دابا فوق هاد الورق، غير شويه كل بلايصه، غير باش كنتجنبو ما تلصقش لينا الجينواز في الورق. صافي غنسالي انا بحال هكا، نسالي الطبسيل دهنا، نضيفو الخليط ديالنا في المول. بسم الله. كنسرحو الخليط ديالنا على المول كامل. كنحطو واحد جوج خبيطات خفاف باش جينواز اللي كنطيب نجيو نحطوها ما كنبقاوش الفراغ ما بيناتهم. صافي بحال هكا. دابا غندخلوها للفران، الفران يكون سخون مزيان، كتاخد 10 دقائق حتى 15 دقيقه باش توجد لنا هاد الجينواز هادي. ها الجينواز من بعد ما طابت، دابا غادي نخليها تبرد ونمشي نصاوب كريم شانتيي. دابا نحضروا الكريم شانتيي. عندنا هنايا الساشي ديال كريم شانتيي فيها 110 غرام، كنديروا معاها نص سيترو ديال الحليب، النص ديال نص سيترو ديال الحليب. نص سيترو كنقسموه على جوج، والحليب يكون بارد من الاحسن باش كتنجح معانا الكريم شانتيي كتطلع مزيان. الحليب يكون بارد. استنى انا عندي هنا الكريم شانتيي، عندي الكريم شانتيي بنكهه الفاني، نتوما باي نكهه بغيتو ديروها. دابا غادي نحضر معكم السيرو باش غادي نسقي الجينواز ديالي. بسم الله. عندي هنا طرونش ديال الحامض، كاس ديال الماء، نفس الكاس نديرو به كاس ديال السكر سنيده، ونشعل عليه النار ونخليه حتى يوجد. دابا غنحضر الكريمه اللي غنديروها في وسط لا جينواز. بسم الله على بركه الله. غادي نحتاجو لهاد الكريمه نص سيترو ديال الحليب، جوج معالق ديال السكر سنيده، وعندنا هنايا ساشي ديال الفاني، جوج معالق ديال النشا، وعندنا جوج معالق ديال الكاكاو المر. غادي نخلطو مزيان، وغادي نمشي نوضعو فوق النار، وفاش يسخن نزيدو عليه هاد الطريفه ديال
الشكلاط ديال الحلوه، الشوكولاته ديال الحلوه، ونضيف معلقه صغيره ديال الزبده، معلقه صغيره ديال الزبده غنخليها حتى لتالي حتى نطفي على الكريمه ديالي. من بعد ما غلات الكريمه وعقدات بحال هكا، دابا غنحيدوهم فوق النار. من بعد ما حيدناهم فوق النار غنزيدوا عليها هاد القطع ديال الشكلاط، الشوكولاته السوداء، ومعلقه صغيره ديال الزبده، ونحركوهم. نبقاو نحركو حتى تندمج مزيان، حتى يذوب داك الشكلاط. كنعتذر قبيله قلت لكم جوج معالق ديال السكر سنيده، هي ربعة ديال المعالق كبار ديال السكر سنيده ماشي جوج. دابا هكا صافي، ها هو داب معنا الشوكولا ديالنا مع الزبده، وغنخليوها تبرد. على ما تبرد باش ندوزو نصاوبو الطرطه ديالنا. دابا من بعد ما بردت لا جينواز وقسمناها على جوج، وحضرنا الكريمه ديالنا ديال الشوكولا اللي غنديرو في قلبنا، وطلعنا الكريم شانتيي ديالنا، وحضرت السيرو كما وريتكم. ها هو دابا بسم الله غنبداو طريقه التزيين. بسم الله على بركه الله، غناخدو السيرو غادي نسقيو به لا جينواز ديالنا. واللي ما بغاش يضيف السيرو ما يضيفوش، راه هي زوينه وفتيه وخفيفه. من بعد ما سقيت جينواز ديالي سقيت هذا والطرف الاخر حتى هو، دابا غندوزو نديرو الكريمه. نوزعو الكريمه على الجينواز، بعد ما سالينا سرحنا الكريمه فوق الجينواز ونقلبو عليها هادي شويه. دابا نغطيو الحلوه ديالنا بالكريمه. نسرحها بحال هكا، نغطيو الحلوه كامله. بعد ما غطيت لا جينواز ديالي كامله بالكريم شونتيي، دابا غندوز نزينها مع الجناب بهذا فيرميسيل. نتوما باش ما بغيتو تذوقوا الجناب ديال الحلوه ديالكم يمكنكم تذوقوا بالكاوكاو مهرمش. انا غنقدم الحلوه ديالي في هذا البلاطو، درتها في هذا البلاطو، وغادي نكمل التزيين. هاد الكريم شونتيي في هذا البوش هادي غندور معاها بحال هكا. النهائي ديال الحلوه انا درتها بمناسبه عيد ميلاد ديال بنتي، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تشاركوا في القناه ديالي ودعموني بجيمات وتعليقات ديالكم. وشكرا، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتي شهيوات فاطمه، اليوم غنقدم لكم حلوه رولو بالشكلاط. قبل ما نبداو كنتمنى تشاركوا في القناه ديالي ودعموني بلي لايك ديالكم ولي كومونتير، والا بغيتو تشاركوا الفيديوهات ديالي مع العائله ديالكم والاصدقاء جزاكم الله خير. على بركه الله نبداو. نقول لكم المقادير، عندي 3 ديال البيضات، كاس ديال سنيده، كاس ديال الزيت، نص كاس ديال المايزينا، خنيشه ديال الخميره، جوج معالق ديال الكاكاو، ومعلقه ديال قشره ديال البرتقال كنسمو بها، وعندنا 4 الكيسان ديال الفرينه. على بركه الله نبداو. بسم الله. نضيفو البيض،
ثلاثة ديال البيضات، نزيدو سنيدة، كاس ديال سنيدة تكون رقيقة من الأفضل، نزيدو كاس ديال الزيت، شوية ديال المليحة باش كنقدو الذوق، كنخلطو مزيان هاد الخلاط اليدوي، كنخلطو مزيان حتى كنبان العناصر كلها مع بعضها. كما خلطنا كل ما مزيان من بعد ناخذ الخليشه ديال الخميره كنضيفوها على داك الكاس ديال نص كاس ديال المايزينا. هاد المايزينا كتخلي الحلوه ديالنا تجي خفيفه. بسم الله كنخلطو مزيان، عندنا هنايا 4 ديال الكيسان ديال الفرينة الدقيق الأبيض، كنحاول مكنضيفوش مرة وحدة، كنضيفو شوية بشوية كنخلطو. طبيعة الحال الدقيق كنكونو غربلناه من قبل باش ما كيتكونناش داك الحبيبات في العجين. ملي كتقصح لنا العجين بحال هكا كنحيدو هذا الطراب اليدوي، كنستعملو الايد ديالنا باش كنتحكمو هكا كنتحكمو في العجينة. بسم الله كنزيدو الطبقي ديال الدقيق. من بعد نزيدو الدقيق، وكنخلطو ماشي كنعجنو غير كنحاول ندخلو داك الدقيق في الحلوة ديالنا. من بعد نحاول نقسمو هاد العجينة، هاد العجين ديال الحلوة ديالنا على نصفين. من بعد ما قسمنا العجينة على نصفين، النصف الأول درنا فيه 2 معالق ديال الكاكاو، والنصف الثاني درنا فيه معلقة ديال البرتقال المحكوكة، قشرة البرتقال المحكوكة عفوا. بسم الله على بركة الله، غادي نشدو هذا النصف اللي فيه
الكاكاو، غادي نحاولو نبسطوه. نحاول نسرحو على شكل مربع أو مستطيل. بقاو بحال هكا حتى نقادوه. من بعد ما سرحنا العجينة الاولى والعجينة الثانية، درناهم على بعضهم بحال هكا، ونزيدو نسرحوهم شي شوية غير باش نثبتوهم وتحيد الى كاين شي فراغ. صافي بحال هكا. دابا غادي نلفو العجينة ديالنا هكا بشوية، بقاو نلويوها بحال هكا بشوية. من بعد ما حربلنا العجينه ديالنا الحلوه ديالنا، عطاتنا 4 ديال الحرابل، دهنا اللاطه ديال الفران بشويه ديال الزيت غير شويه وحطيناهم. دابا غنشعل الفران ديالي حتى يسخن، فاش يسخن نقص ليه ونديرهم الجهه الفوقانيه. انا عندي الفران العادي، نديرهم الجهه الفوقانيه، ملي يطيبوا من الفوق نهبطهم يطيبوا لتحت شويه، ما خصهمش يطيبوا بزاف، ما خصهمش يتحمروا بزاف باش كتجي الحلوه ديالنا طريه وهشيشه. نتلاقاو من بعد ما طيب الحلوه ديالنا. ها نتوما الشكل ديال الحلوه ديالنا من بعد ما كنخرجوها من الفران، ها نتوما كتجي بحال هكا. دابا غندوزو للشكلاط، غندوزو ندوبو الشكلاط على طريقه حمام مريم، كلشي كيعرفها. بردت الحلوه ديالنا، ذوبنا الشكلاط، غنزيدو عليه معلقه ديال الزبده، نزيدوها على الشكلاط سخون باش كتعطينا داك اللمعه من الشكلاط. حكوها حكوها على ما تذوب، نذوب الزبدة. ملي ما بغاش يدفى الزبدة راه ماشي مشكل، الزبدة كنديروها غير باش كتعطينا داك اللمعة للشكلاط. من بعد غنديرو، انا عندي هنا اللوز مهرمش محمر ومهرمش، نتوما اللي بغيتو، بغيتو ديرو كاوكاو، بغيتو ديرو الكركاع، اللي بغيتو كيبقى لكم الاختيار. حركو مزيان باش تذوب لنا داك الزبده مزيان مع الشكلاط. من بعد غنبداو نغطيو هاد الرولو ديالنا بالشكلاط. انا غنكمل بحال هكا، نغطي الرولويات ديالي كاملين بالشكلاط ونخليهم يبردوا شويه ونرجع معكم نوريكم الطريقه النهائيه. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا من بعد ما سليناها بالزين وقطعتها، كتجي على هذا الشكل. كنتمنى تعجبكم، وما تنساوش تشاركوا في القناه ديالي وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني باللايك ديالكم والتعاليق. وشكرا، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتي شهيوات فاطمه. اليوم غنقدم لكم صابلي بالشكلاط الابيض والشكلاط الاسود. قبل ما نبداو كنتمنى تشاركوا في القناه ديالي وتدعموني بلي لايك ولي كومونتير. بسم الله على بركه الله نبداو. اول حاجه كناخذوا الزبده مارغرين، 250 غرام ديال الزبده مارغرين. من الاحسن تكونوا جبتوها من قبل من الثلاجه، الاحسن تكون بحراره المطبخ. قطعوها بحال هكا باش كتعاوننا في التخلاط. بسم الله. نضيفوا عليها كاس ديال السكر، سكر كلاصي، سكر بودره، واحد شويه ديال المليحه،
باش كنقادو الذوق وكنبداو على بركه الله. كنبداو نخلطوا هاد الزبده مع السكر ديالنا. حاولوا نعطيوها شويه ديال الوقت حيت دابا مع البرد الزبده ما كتبغيش تنسجم لنا بسرعه مع السكر. من بعد ما كتندمج لنا الزبده مزيان مع السكر كنضيفوا هذا الساشي ديال الفاني. نحاول نخلطو. من بعد كنضيفوا الزيت نص كاس ديال الزيت. من بعد ما ذابت لنا الزبده تخلطات مزيان تهجمت مع سنيده مع السكر كلاصي عفوا والزيت ولافاني ديالنا. دابا كنزيدو جوج بيضات ونخلطو بشويه. من بعد ما ندمج لينا البيض مع المكونات غنضيفو دابا الدقيق شويه بشويه. نزيدو هاد الخنيشه ديال الخميره نخلطو. حنا كنخلطو حنا كنزيدو الدقيق شويه بشويه. العجينة ديالي من بعد ما ساليت بالتخلاط، انا كنت قلت لكم في الاول عندي كيلو ديال الفرص، انا دخلت هنايا غير 900 غرام ديال الفرص على حسب الدقيق. دابا هانتوما شوفوا العجينة ديالي طريه زوينه، ما كنديروهاش الدقيق بزاف باش ما كتجيناش قاصحه، نخليوها بحال هكا طريه. غنستعمل انا جوج ديال المراشم، عندي واحد ها هو وعندي هذا القليب هذا، وانتوما ديروا اللي بغيتوا. دابا غندوزو العجينه ديالنا نورقوها. ها الصابلي ديالنا من بعد ما شكلناه دابا غادي نشعل الفران وندخلو الفران يطيب. كنطيبوه على عافيه مهيله، الصابلي ما كيخصوش يطيب بزاف باش كيبقى فتي. من بعد ندوزو للتزيين ان شاء الله من بعد ما يطيب الصابلي ديالنا. من بعد ما طاب الصابلي ديالنا دابا غندوزو نذوبو الشكلاط على طريقه حمام مريم. الحلوه ديالي من بعد ما بردات ذوبت الشكلاط الابيض والشكلاط الاسود، وغادي دابا نديرهم في هذا القالب. هذا القالب هو على حساب هذا المرشم اللي رشمت به قبيله. غنديروا الشكلاط الابيض والاسود هنايا ونتسناو عليهم على ما يبردوا، وهاد القليبات هادو غادي نلصقوهم بالشكلاط مع بعضياتهم ونفندوهم في الكوكو. من بعد ما جبدنا الشكلاط الابيض والاسود دابا غنبداو بالتزيين ان شاء الله. انا عندي هنا الجلوكوز باش نلصق باش نثبت الشوكولا ديالي فوق الصابلي بهذا الشكل هذا. نديرو الشكلاط الأسود من بعد ناخذ هاد القليبات هادو. هاد القليبات غادي نديرو نوضعو وحده فوق وحده، غادي نغمسوهم بحال هكا بهاد الطريقه في الشكلاط.
الجوانب ديالهم، من بعد ندوزهم في الكوك. ونحطهم هنا يبردوا. انا غنكمل بهالطريقه هذه كما وريتكم، ونتلاقاو ونشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي ديالنا. هانتوما مقادير بسيطه كتعطينا هاد الكميه تبارك الله ديال الصابلي، ثلاثه ديال الشكيلات. كنتمنى تعجبكم، وبانما هذا اول فيديو في القناه ديالي كنتمنى تشجعوني وتدعموني بلي لايك ديالكم والتعاليق، وتنشروا الفيديو مع العائله والاحباب ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي شيوات فاطمه. اليوم غادي نحضر لكم المعقوده على الطريقه ديالي. بسم الله على بركه الله. نقول لكم شنو غادي نحتاج. عندي هنا تقريبا كيلو لارب ديال البطاطا. البطاطا سلقتها ونقيتها وحكيتها، البطاطا نحكوها ولا نمعكوها بداك المعاكه ديال البطاطا. غادي نحتاج التحميره او البابريكا، الكمون، معلقه صغيره، معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره مخلطه ما بين سكنجبير والابزار او الفلفل الاسود. عندي ثلاثة ديال البيضات، المعدنوس والقزبر مقطعين. عندي ضريس ديال الثومه. انا هاد المعقوده هذه كنحك فيها شويه ديال الكوزه، غير شويه كتعطيها واحد المذاق رائع. غادي نحك ضريس ديال الثومه، نضيف على بركة الله التوابل ديالي، قزبر ومعدنوس، عين رقاق، ملعقة صغيرة ديال الملحة. الملحة كتبقى على حسب الذوق. نضيف البيض، انا هنا ضفت ثلاثة ديال البيضات باش كتجمع لي البطاطا. غادي نحرك هاد الخليط مزيان ونرجع نوريكم كيفاش غادي نكمل الطريقه ديال المعقوده ديال البطاطا من بعد ما خلطتها مزيان مع التوابل اللي وضعت فيها. كتجي على هاد الشكل. دابا بسم الله على بركه الله غادي نبدا. انا هنا درت المقله، درت المقله فيها الزيت، درتها تسخن. ودابا غندوز نصايب الكويراس ديالي ديال المعقوده الطريقة هذه، نوضعهم في الدقيق. غادي ندوز هاد الكويرات ديال البطاطا في الدقيق بحال هكا. هاد الدقيق شنو هو الدور ديالو؟ كيخلي لنا المعقودة ديالنا ما تشربش الزيت، كيكون لنا واحد الطبقة تخليش الزيت تدخل في المعقودة. انا غادي نوجد الكويرات ديالي هنايا حتى نسالي ونرجع. بعد ما ساليت المعقودة ديالي والزيت هي سخنات، دابا غادي نوضعها. بسم الله نوضعها الثقلة. الزيت خصها تكون سخونة باش ما تشربش لينا المعقودة الزيت. غادي نعمر المقله ديالي ونخليها تطلى ونقلبها على الوجه الاخر.
ونرجع نكمل معاه. غادي نحيد هذه المعقوده هذه اللي تقلات مضاعفه الشبيكه بالضبط، ونكمل المعقوده اللي باقيه لي ونرجع معكم نوريكم الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال المعقوده ديالي، كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي بنينه. انا متاكده الا جربتوها بنفس الطريقه غتنال الاعجاب ديالكم. غير واحد الملاحظه، فاش تكونوا كتقلبوها حاولوا ما تقيسوهاش بالفرشيط باش ما تقبش ويدخل فيها الزيت. كنتمنى فيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تشاركوا في القناه وتدعموني بلي لايك ديالكم والكومونتيرات ديالكم زوينين. وشكرا لكم، ونلقاكم فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي شهيوات فاطمه. اليوم غادي نحضر معكم سملات بالطريقه ديالي. بسم الله على بركه الله، عندي 5 ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض، وعندي 2 كيسان ديال الفينو، عندي شويه ديال الخميره ديال الخبز، الملحه والماء الدافئ للعجين. بسم الله على بركه الله، الدقيق مغرب لها انا من قبل. الخميره غير شويه ديال الخميره باش السملات ديالنا كي يتنفخوا كيجيو زوينين. بسم الله، انا غادي نعجن العجين ديالي بهذه الطريقه، وغادي نعلكم مزيان ونرجع معكم باش نشكل السملات. من بعد ما ساليت العجينه ديالي غادي نغطيها بالسلوفان، دهنتها بشويه ديال الزيت، زيت المائده، نغطيها بالسلوفان ونخليها ترتاح ونكورها ونرجع نشكل معكم المسمنات ديالي. من بعد ما ارتاحت العجين ديالي وكورتها وخليتها حتى هي ارتاحت شويه باش تسهل علينا في الخدمه، دابا غادي نبدا نشكل معكم المسمنات ديالي. بسم الله، انا هنا عندي الزبده والزيت، الزبده مذوبه مع الزيت، وعندي سميده باش نفرق المسمنات ديالي. بسم الله على بركه الله، دهنوا طاوله العمل ديالنا بالزيت والزبده، نصلح العجين ديالي. ندهنها بالزيت والزبدة ونرشوها بسميدة، ونطوي المسمنات. الزبدة والزيت شوية، ونطويها على هذا الشكل مربع. بنفس الطريقه ناخذ كويره واحده اخرى، نعاود ندهنو بالزيت والزبده ونرفقو العجين ديالنا هكا حتى كيبدا يبان سطح العمل، كيجي المسمنات ديالنا أرقاق مرقين. عاوتاني نرشو بالسميدة ونوضع هادي اللي صاوبت الأول قبل من هادي، ونعاود نطوي عليها. هنا شوية بالزبدة والزيت هكا على هاد الطريقة، هادي شوية ندهنوها بالزبدة والزيت، شوية شيشة خفيفة ديال السميدة، ونجيبها الطويلة هادي بهاد الطريقة. أنا غادي نكمل بنفس الطريقة حتى نسالي ونرجع باش نطيب معاكم السملات ديالي. من بعد ما ساليت السملات ديالي بالطوي، دابا أنا شعلت
البوطه على المقله تسخن، غادي نقرص هذه ما بغيتو تخليهم، بغيتوهم يكونوا غلالدين تخليهم شويه غلا، بغيتو ترقهم كيبقى اختيار كل واحد اشنو كيبغي. بعد ما سخنت المقله ندهنها شويه بالزيت، غير شويه، غير شي خفيفه، ونحط السمنه ديال الطيب. المقله ديال الحاشه خاصها تكون ثقيله باش كيجيو مزيانين زوينين. ونقلبوا السمنه، تبارك الله كيفاش كتجي كتنفخ. ونرشو غير بشويه ديال الزويته مع الجناب مقطرات. غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نسالي المسمنات ديالي كاملين، نوريكم الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال المسمنات ديالي، كيجيو مقرملين وهشاش ومرقين. هانتوما شوف كي كيجيو على هذا الشكل، هذا كيجيو فنين زوينين. كنتمنى فيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تشاركوا في القناه وتدعموني بلي لايك ديالكم والكومنتيرات الزوينين ديالكم، وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد. وشكرا، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتي شهيوات فاطمة. اليوم جيت نحضر معكم الحريرة المغربية اللي عندنا ضروري في مائدة الإفطار في شهر رمضان. بسم الله على بركة الله، نقول لكم المقادير اللي عندي. عندي الحمص، أنا ما غنعطيكمش المقادير بالعبار حيتاش كل واحد كيدير على حساب القياس ديالو. أنا عندي الحمص فازك مرقد في الماء ليلة كاملة، عندي 4 ديال المطيشات كبار محكوكين حكاكه رقيقه، عندي بصله محكوكه حتى هي رقيقه، عندي شويه ديال العدس، عندي الكرافس والمعدنوس مقطعين رقاق، القزبر ما حطيتوش غادي نقول لكم حتى التالي كنزيدو حتى التالي، عندي الشعريه، عندي الملحه، الابزار وسكنجبير، عندي الخرقوم، الزيت مخلط ما بين زيت زيتون وزيت المائده، والماء من طبيعه الحال. على بركة الله، من بعد ما وضعت الكوكوط ديال النار نضيف الحمص، البصل، بصلة محكوكة، طماطم. انا وضع غير نصف الكمية دابا، والنصف نخليها حتى نبغي ندور الحريرة ديالي. الكرافس والمعدنوس، الملح كيبقى على حسب الذوق، على حسب الكمية ديال الحريرة اللي غتوجدو. الإبزار والسكنجبير، الخرقوم البلدي، أنا ما كنستعملش الملون، كنستعمل هذا الخرقوم هذا صحي. زيت سمنة، ونضيف الماء، ونشعل النار على الكوكوط ديالي، نزيد قليل من الماء، نزيد طنجرة الضغط ديالي حتى يطيب الحمص، ونرجع نوريكم كيفاش غندور الحريره. لما يطيب الحمص ديالي راه قريب يطيب. دابا انا درت هاد الطنجره هذه فاش غادي ندور الحريره بالقياس اللي انا بغيت، وضعت القياس ديال الماء اللي انا باغيه يكون عندي. غادي نضيف العدس، العدس ما كنضيفش في الاول مع الحمص حيت العدس دغيا كطيب، كنخليها حتى كنبغي ندور الحريره.
درت الطماطم او مطيشة اللي بقات لي، مطيشة معلبة او مطيشة بالحك، هذه الشعرية غنخليوها حتى التالي. دابا غادي نخلط الدقيق اللي غندور به الحريرة ديالي، الدقيق الابيض كيبقى القياس على حساب الطنجرة اللي غديرو نتوما. بسم الله على بركة الله. من بعد الحريرة ديالي ما غلات، دابا غادي نوضع الدقيق اللي خلط، دقيق الفرص. انا كنوضع وانا كنحرك، سمحوا لي راني كنصور بواحد اليد واليد الاخرى كتخدم. نستمر بهذا الشكل حتى يطيب لي، يطيب هذا الدقيق اللي وضعت في الحريرة، يغلي مزيان. من بعد نضيف الشعرية والقزبر ونطلقهم من بعد ما طاب الحريرة، نوريكم الشكل النهائي ديالها. هذا هو الشكل النهائي ديال الحريرة من بعد ما طابت، كتجي على هذا الشكل، هذا كتجي لذيذة. كنقدموا الحريرة ديالنا مع التمر والشباكية. هاد الشباكية كنت صورتها معكم في واحد الفيديو، دابا نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، ودخلوا وشوفوها كتجي حتى هي غزالة. ما تنساوش تشاركوا في القناة ودعموني بلي لايك ديالكم والتعليقات ديالكم الزوينين اللي كيخليوني نزيد القدام. شكرا لكم بزاف، نتلاقى في فيديو جديد ان شاء الله. رمضان مبارك سعيد. مرحبا بكم في قناتي شهيوات فاطمة. اليوم جيت نحضر معكم الحريرة المغربية اللي عندنا ضروري في مائدة الإفطار في شهر رمضان. بسم الله على بركة الله. نقول لكم المقادير اللي عندي، عندي الحمص. أنا ما نعطيكمش المقادير بالعبار، حيتاش كل واحد كيدير على حساب القياس ديالو. أنا عندي الحمص فازك مرقد في الماء ليلة كاملة، عندي 4 ديال المطيشات كبار محكوكين حكاكة رقيقة، عندي بصلة محكوكة حتى هي رقيقة، عندي شوية ديال العدس، عندي الكرافس والمعدنوس مقطعين رقاق، القزبر ما حطيتوش، غادي نقول لكم حتى التالي كنزيدو حتى التالي، عندي الشعرية، عندي الملحة، الإبزار وسكنجبير، عندي الخرقوم، الزيت مخلط ما بين زيت زيتون وزيت المائدة، والماء من طبيعة الحال. على بركة الله من بعد ما وضعت الكوكوت ديال النار، نضيف الحمص، البصل، بصلة محكوكة، طماطم. انا وضع غير نصف الكمية دابا، والنصف نخليها حتى نبغي ندور الحريرة ديالي. الكرافس والمعدنوس، الملح، الملح كيبقى على حسب الذوق، على حسب الكمية ديال الحريرة اللي غتوجدو. الإبزار والسكنجبير، الخرقوم البلدي، أنا ما كنستعملش الملون، كنستعمل هذا الخرقوم هذا صحي.
الزيت. بسمنا نضيف الماء ونشعل النار على الكوكوط ديالي، نزيد قليل من الماء نزيد طنجرة الضغط ديالي حتى يطيب الحمص ونرجع نوريكم كيفاش غندور الحريرة. لما يطيب الحمص ديالي راه قريب يطيب، دابا انا درت هاد الطنجره هادي فاش غادي ندور الحريره بالقياس اللي انا بغيت، وضعت القياس ديال الماء اللي انا باغيه يكون عندي. غادي نضيف العدس، العدس ما كنضيفش في الاول مع الحمص حيت العدس دغيا كطيب، كنخليها حتى كنبغي ندور الحريره. ضفت الطماطم او مطيشه اللي بقات لي، مطيشة معلبة أو مطيشة بالحك، هذه الشعرية غنخليوها حتى التالي. ودابا غادي نخلط الدقيق اللي غندور به الحريرة ديالي، الدقيق الأبيض كيبقى القياس على حساب الطنجرة اللي غديرو نتوما. بسم الله على بركة الله، من بعد الحريرة ديالي ما غلات، دابا غادي نوضع الدقيق اللي خلط، دقيق الفرص انا كنوضع وانا كنحرك، سمحوا لي غادي كنصور بواحد اليد واليد الاخرى كتخدم. نستمر بهذا الشكل حتى طيب لي يطيب الدقيق اللي وضعت في الحريره يغلي مزيان. من بعد نضيف الشعريه والقزبر ونطلقهم من بعد ما طاب الحريره، نوريكم الشكل النهائي ديالها. هذا هو الشكل النهائي ديال الحريره من بعد ما طابت، كتجي على هذا الشكل، هذا كتجي لذيذه. كنقدموا الحريره ديالنا مع التمر والشباكيه. هاد الشباكيه كنت صاوبتها معكم في واحد الفيديو، دابا نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، دخلوا وشوفوها كتجي حتى هي غزاله. ما تنساوش تشاركوا في القناه وتدعموني بلي لايك ديالكم والتعليقات ديالكم الزوينين اللي كيخليوني نزيد لقدام. شكرا لكم بزاف، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. رمضان مبارك سعيد. مرحبا بكم في قناتي شيوات فاطمة، كنتمنى نلقاكم على خير وبخير. اليوم غنحضر معكم اوكلا بالكفتة والروز، كتجي على شكل رولو والبيض مسلوق. عندي الكفتة القياس على حسب الاسر ديالكم، عندي البيض مسلوق، الروز حتى هو مسلوق، عندي القليل من الزيتون مقطع دوائر بالعظم، عندي القليل من الحامض مرقد، المعدنوس، القليل من الابزار، والملحة على حسب الذوق. بسم الله على بركة الله، غادي نتبل الروز ديالي. بسم الله نوضع قليل من الابزار، شوفوا الاسود، القليل من الملح، زيتون اخضر، المعدنوس، حامض مرقد، الليمون مرقد،
غادي نخلط الرز ديالي مزيان مع هذه المكونات ونرجع معكم نوريكم الطريقه. من بعد ما سرحت الكفته على هذه الطريقه فوق البلاستيك الغذائي باش كيسهل علينا ملي نبغيو نروليوها ونلويوها، دابا غادي نوضع الطبقه الثانيه ديال الرز فوق الكفته اللحم المفروم. نحاول نوزع هذا الرز بشكل متساوي بشويه، انا غنسرح هذا الرز مزيان وغنزيد الطبقه الاخرى ديال الكفته من الفوق ونرجع باش نوريكم كيفاش غادي نوضع البيض. من بعد ما كما شفتوا في الاول سرحت الطبقه الاولى ديال الكفته او اللحم المفروم ووضعت الرز ووضعت الطبقه الثالثه ديال الكفته، دابا غادي نوضع البيض، البيض مسلوق على هذه الطريقه هذه. وغادي نمشي نكلف الرولو ديالي بهذا الشكل، حتى النهاية نضغطو عليه شوية. ودابا غادي نوضع الرولو ديالي في الفران حتى يطيب ونرجع نوريكم الشكل النهائي ديالي. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالي اليوم ديال الكفته بالرز والبيض مسلوق، كيجي على هذه الطريقه، كيجي لذيذ وبنين، يمكننا نحضروه في الفطور وفي السحور. بالصحه والراحه والشكر لكم بزاف، وما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد، وتدعموني بلي لايك ديالكم والكومونتيرات ديالكم الزوينين. شكرا لكم بزاف والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي شهيوات فاطمه. اليوم غنحضر لكم طاخت بالكريم باتيسري والفواكه. بسم الله على بركه الله نقول لكم المقادير. عندي 250 غرام ديال الدقيق الابيض، عندي 150 غرام ديال الزبده، بيضه، 100 غرام ديال السكر سنيده، عندي ساشي ديال الخنيش ديال لافاني، ساشي ديال الخميره ديال الحلوه، وثلاثه المعالق ديال الحليب. بسم الله على بركة الله نبداو، نضيفو الزبدة فانيلا، نضيفو سنيدة، شوية من الملحة غير القليل، ونبداو نخلطو برؤوس الأصابع. ندخلوا هاد الزبده مزيان في الدقيق ونرجع معكم. بعد ما خلطنا مزيان الزبده مع الدقيق انسجمت مزيان، دابا غنضيفوا هاد البيضه ونخلطوا، ماشي نعجنوا غير نخلطوا غير برؤوس الأصابع. نضيف الحليب وانا نجمع العجينه ونرجع معكم. نجمعت العجين، دابا غادي نديرها في بلاستيك غذائي ونخليها ترتاح ونرجع معكم باش نصاوبوا الكريم باتيسري.
بركه الله نحضر معكم الكريمه. عندي نص لتر ديال الحليب، 100 غرام ديال السكر سنيده، 2 صفار ديال البيض، 60 غرام ديال الدقيق، الدقيق الابيض، وعندي ساشي ديال الفانيلا. بسم الله على بركه الله، نضيفو سنيده، البيض، الفانيلا ولا فاني، الدقيق، ونحركو مزيان، نخلطو مزيان حتى ينسجم الدقيق والبيض والسكر. من بعد ما خلطنا العناصر كاملة اللي دمجت مع الحليب، دابا ضفتها فوق النار، ونستمر بالتحراك غير بالفوي اليدوي، خلاط اليدوي، نخلطو مزيان باش ما يطيبش لينا البيض وما يطيبش لينا داك الكويرات ديال الدقيق. نستمر بحال هكا حتى تعقد الكريمه ديالنا ونرجع معكم. انا من بعد ما وجدات ها هي كتجي بحال هكا، ها هي عاقده، هانتوما شوفوا، ومازال غادي تعقد فاش غتبرد. دابا نخلي الكريمه ديالي تبرد ونرجع معكم باش نصايب لاباط. انا دهنت القوالب، عندي هاد القوالب هادو دهنتهم بالزبده، ودابا غنسرح العجينه. بسم الله، نسرح العجينه ونرجع معكم. بعد ما سرحت العجينه دابا نقطعها بهذا الطابع، هذا عندي انا الطابع يكون شويه كبر من هذوك اللي مولفاش غادي نحط باش يجيني هو هذاك. بسم الله، ونبدا نلبس هذا القالب، هذا نلبس في هذا القالب بحال هكا قد العجينة ديالي مزيان. غنكمل بحال هكا تنسالي القوالب ديالي كاملين ونرجع معاكم. ها لاباط ديالي من بعد ما سرحتها وثبتها في ليمون وتقبتها بالفرشيطة باش ما تنفخش لينا، دابا غادي نمشي نطيبها ونرجع نكمل معاكم التزيين. هادو هما لي طاخت ديالي من بعد ما طابو، ها هما كيجيو على هاد الشكل محمرين. دابا غندوز نزينهم بالكريمة، وعندي انا الفراولة والبنان والكيوي. نضع الكريمة، الفراولة، انا غنكمل بهذا الشكل هذا، نوريكم الشكل النهائي ديالهم. هو الشكل النهائي ديال لي طاخت ديالي، كيجيو على هذا الشكل هذا. درت هادو صغيورين وهادي درتها كبيره. كنتمنى الفيديو ديالي من الاعجاب ديالكم، وبالنسبه للاخوات اللي عاد اول مره يزوروا القناه ديالي كنتمنى يشاركوا ويدعموني بلي لايك وبالكومونتير، واللي مشاركين في القناه لي لايك لي لايك والكومونتير، وشكرا لكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتي شهيوات فاطمه. اليوم جيت نحضر معكم سلو، نقول لكم شنو غادي نحتاج في المقادير. عندي 2 كيلو ديال الدقيق محمر في الفران، وعندي 2 كيلو ديال الكاوكاو مهرمش، النص مهرمشاه والنص مطحون مزيان. عندي كيلو ديال الجنجلان مطحون مزيان ومخليه شويه هكاك صحيح، وعندي كيلو ديال اللوز مطحون. عندي 2 معالق ديال حبه حلاوه، معالق كبار، 2 معالق كبار ديال القرفه مطحونه حتى هي مزيان، 2 معالق ديال النافع، وعندي كيلو لارو ديال السكر كلاصي، وعندي شويه ديال المسكر حره مطقوقه مع السكر كلاصي، وعندي لتر وربع ديال زيت المائده دفيته واحد شويه. لا على بركه الله، نبدا نخلط معكم سلو ديالي. كنضيفوا شويه ديال المليحه
غير شويه حبه حلاوه جوج معالق كبار القرفه حتى هما جوج معالق كبار النافع جوج معالق كبار يكونوا مطحونين مزيان عندنا جنجلان مطحون مزيان وهاد شويه خليته هكا صحيح ديال الجنجلان هذا كاوكاو النص تقريبا طحناه مزيان النص مخلياه غير مهرمش هذا اللوز مطحون انا هادشي كامل محمراه في الفران من الافضل احسن من نقليوه في الزيت محمر في الفران صحي احسن قليل من المسكه الحره مدقوقه مع سكر كلاصي نضيف السكر كلاصي انا غنضيف نضيف هنا كيلو ولا ربع عندي وانتوما على حساب كل واحد اشنو كيبغي كاين اللي كيبغي سلو شويه يكون حلو كاين اللي على حساب الذوق على الذوق ديال كل واحد غادي نخلط هاد النواشف هادي كاملين مزيان من بعد ما خلطت المكونات ديالي كاملين مزيان مع بعضياتهم وكنعتذر قبيله ما قلت لكمش الكوزه راني زدت واحد شويه ديال الكوزه محكوكه في حكاكه رقيقه ودابا غادي نخلط السلو ديالي بالزيت عندي هنايا كما قلت لكم لتر وربع ديال الزيت غادي نخلط سلو غادي نخلطو مزيان وفاش نسالي غنوريكم الشكل النهائي ونقول لكم شحال ديال الزيت دخل لي في هذا السلو هذا هو الشكل النهائي ديال السلو كما قلت لكم انا غنقول لكم شحال استهلكت ديال الزيت انا استهلكت لتر ونص ديال الزيت في هذه الكميه اللي قلت لكم ديال السلو كنتمنى فيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم وما تنساوش تشاركوا في القناه ودعموني بلاي لايك ديالكم والتعليقات ديالكم زوينين شكرا لكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مرحبا بكم في قناتي شهوات فاطمه اليوم غادي نحضر معكم العسل غادي نحتاج لهذا العسل انا غنصاوبو بكميه شويه زايده وانتم ديروا القياس اللي بغيتو انا عندي هنا جوج قوالب السكر عندي شويه ديال عويده القرفه عندي جوج معالق ديال حبوب اتاي وشويه ديال الزعتر جوج معالق صغار ديال الزعتر باش نسم وعندي الماء الماء كل قالب ديال السكر كنضيفو له لتر ديال الماء ولا ضفتو ولا درتو العسل ديالكم بالسكر سنيده غديروا جوج كيلو ديال سنيده في لتر ديال الماء انا هنا عندي جوج قوالب السكر يعني ربعة كيلو ديال السكر غادي نضيف جوج لتر ديال الماء ودابا غنضيف الماء بسم الله لتر الاول نزيد لتر الثاني لتر الثاني من بعد ما غادي نخلي انا ليله كامله هاد السكر يدوب ملي غنجي نديرو يطيب غادي ندير هاد العويدات ديال القرفه هاد لي طرونش ديال الحامض وهاد جوج معالق ديال الزعتر اللي بغا ما يديرهمش ما يديرهمش انا كنفضل نديرهم كيعطي نسمه زوينه وجوج معالق صغار ديال اتاي حبوب اتاي كنجمعوهم في واحد تويب حياتي فواحد تويب بيض وكنرزمهم ونديرهم في قلب ديك العسل يطيبوا باش ملي كطيب العسل ديالنا كتخرج نقيه ما كيخرجش فيها داك الفراسيت ديال الزعتر ولا ديال حبوب اتاي ونحطوا العسل ديالنا طيب ونديروا لها 45 دقيقه من بعد نرجع نوريكم الشكل ديال العسل من بعد ما طيب الشكل النهائي ديال العسل من بعد ما طابت وحيدت منها هاد الدوائر ديال الحامض والعويدات ديال القرفه وداك اتاي حبوب اتاي اللي درت وداك شويه ديال الزعتر في هاد الرزيمه صفيتها حيدتو منها هي كتجي على هاد الكثافه هادي كتجي زوينه
بغيتو تكون تجيكم قاصحه بزاف كتخليوها تزيد تغلي، بغيتي تجيكم شويه كتخليها على حساب نتوما اللي بغيتو. وكنتمنى الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تشاركوا في القناه وتدعموني بلي لايك ديالكم والكومونتيرات الزوينين، وشكرا لكم بزاف، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتي شهيوات فاطمه. اليوم غنحضر لكم كيك يومي بمكونات بسيطه، كيجي لذيذ ورائع. نقول لكم المقادير: عندي 3 ديال البيضات، كاس ديال العصير البرتقال، كاس ديال سنيده، كاس ديال الزيت، 3 ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض، عندنا 2 ساشيات ديال الخميره ديال الحلوه، ساشيه ديال الفاني، وقليل من الملح. بسم الله على بركه الله. نبداو. اول حاجه نضيفوا البيض، سكر، سنيده، قليل من الملح، ونطربوه مزيان بالطرب الكهربائي حتى كيولي ابيض وكيتزاد في الحجم ديالو. من بعد ما خلطت السكر والبيض حتى ولا على هذا الشكل هكا، ولا اللون ابيض وضعف، دابا غنضيف السكر فانيلا ولا ساشي ديال الفاني، الزيت شويه بشويه وحنا كنخلطو، نضيفو عصير برتقال، إذا ما كانش عصير برتقال يمكن لكم تعوضوه بالحليب، نضيفو الدقيق شوية بشوية والخميرة، نخلط حتى نكمل الدقيق ديالي ونرجع لكم. بعد ما خلطت الدقيق ديالي مزيان، هانتوما كيجي على هذا الشكل، ما كيجيش قاصح، ما كيجيش خفيف. ها هو انا عندي هذا المول، هذا هو دهنته بالزبده مزيان. غادي نضيف دابا الخليط في المول ديالي، انا شعل الفران، غنحطها في فران سخون، يكون الفران سخون مزيان، ونقص ليه ونخليها طيب، ونرجع معكم بعد طيب الكيكة. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكة ديالنا، هانتوما شوف كي جات زوينة غزالة. انا زينتها بشوية ديال الشكلاط وشوية ديال الكركاع، نتوما يمكن لكم تخليوها غير هكاك، كتجي بنينة ولذيذة. ما تنساوش تشاركوا في القناة وتدعموني بلاي لايك والكومنتيرات ديالكم، وشكرا، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتي شهيوات فاطمه. اليوم جيت غنحضر لكم ميني بيتزات بمناسبه شهر رمضان الكريم. اول حاجه غادي نقول لكم المقادير ديال العجين ديال البيتزا. عندي هنا 4 الكيسان عنبه ديال دقيق الفرص الابيض، يكون من نوع جيد، وعندي 2 كيسان ديال دقيق القمح، يعني 6 ديال الكيسان المجموع، وعندي معلقه ديال السكر سنيده، 3 المعالق ديال الحليب نيدو، شويه ديال الزعتر، شويه ديال الابزار، نص كاس ديال زيت الزيتون، معلقه كبيره ديال خميره العجين،
ومعلقه صغيره ديال الملحه. الملحه كتبقى على حسب الذوق، والماء الدافئ من طبيعه الحال. بسم الله على بركه الله، نضيفوا النواشف اللي عندنا، الحليب، السكر سنيده، الزعتر حكيناه حكيته بيدي باش يعطي الريحه ديالو، المذاق ديالو، معلقه صغيره ديال الملحه، شويه ديال الابزار، كيبقى اختياري، اللي ما بغاش يديرو ما يديروش. غادي نخلط هاد النواشف. بسم الله، نزيد زيت الزيتون، والخميرة ديال الخبز، ونعجن العجين ديالي بالماء دافئ. نعجن العجين ديالي ونرجع معاك. بعد ما ساليت العجين، لويتها في البلاستيك الغذائي وخليتها ترتاح. ودابا غنقول لكم شنو غنحتاج في هاد المقادير ديال البيتزا في الحشوه. عندي مطيشه محكوكه، عندي الكفته، فلفله حمراء وفلفله خضراء مقطعه هكا دوائر، والبصله مقطعه شرائح، زيتون خضر بلعدم، زيتون اسود للتزيين، عندي ملحه، الابزار، شويه ديال الزعتر نديروه من الفوق من بعد، وعندي فرماج موتزاريلا والفرماج الاحمر، الجبن الاحمر والجبن موتزاريلا. وانتم الا ما كانش بجوج يمكن لكم تكتفيوا بحاجه واحده. بسم الله، غادي نبداو. اول حاجه غنشحر الكفته ديالي، ديك الكفته تشحر. انا باش نربح الوقت درت مثله واحده اخرى، غادي نشحر فيها البصله، هيا هيا دايره فيها شويه ديال الزبيبه. غادي نخلي البصله تنزل، ونزيد عليها شويه ديال الملح وشويه ديال الزبيب، كيبقى على حسب الذوق. في نفس الطريقه غادي نشحر حتى البصله والمطيشه، صافي نرجع باش نوريكم الزي ديال البيتزات ديالي. من بعد ما شحرت الكفته في نفس المقله غنشحر لاصوص الطماط، نضيف عليها شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار باش ما نطولش عليكم حتى يتشحر هادشي، ونرجع معكم ونزين البيتزا ديالي. من بعد ما ارتحت العجين ديال البيتزا ديالي وساليت المكونات كاملين بالتشحار، دابا غادي ندوز نقسمت العجينه على ثلاثه هكا كويرات. غادي نرش شويه سطح العمل بشويه ديال الدقيق، غادي نسرح العجين ديالي. هي ما كتلصق ما والو، سرحوها كيما بغيتو، بغيتو تخليوها غليظه شويه تخليوها، بغيتو ترقوها هي ما كتلصق ما والو. هاد الميني بيتزات هادو صالحين في رمضان ان شاء الله، باذن الله تعالى ان شاء الله يدخل علينا وعلى الامه الاسلاميه بالصحه والهنا يا ربي والسلم والسلام. صافي انا غادي نمرقها على هاد الشكل هذا، غادي نقطعها بهاد القطر هذا دائري. باش ما نطولش عليكم الفيديو هانتوما شفتوا هذه هي العجين بعد ما شكلتها، هي كتجي على هذا الشكل هذا. تقبتها بالفرشيطه باش ما تنفخش لينا. دابا انا شاعله الفران سخون، غنقصلو ونخليها طيب. وهاد العجينه هذه يمكن لكم تحضروها بزايد بكميه كثيره وتحطوها في الكونجيلاتور، وفي رمضان ان شاء الله ولا في اي وقت احتاجيتوها كتجبدوها كتحضروا غير الحشوه، هي لاباط كتكون واجده ديجا. ايوا صافي، من بعد ما طيب غنرجع معكم.
هما البيتزات طابو الميني بيتزات. هما شوف كيجيو على هذا الشكل، جاو زوينين وطريين. دابا غادي نبدا بالتزيين معكم. بسم الله، نديرو شويه ديال لاصوص. نديرو فرماج موتزاريلا، جبن موتزاريلا مبشور، نديرو فوق لاصوص باش كيعطينا داك التعليكه ديال ديالو فاش كنا نجيو ناكلو. دابا غندير شويه ديال البصيره، كفيته، نضيفو فلفله، جوج طريفات ديال الفلفله، وزيتون الاخضر بهذا الشكل هذا. دابا نضيفو الجبن الاحمر، ونزينو بهذا الزيت الاسود على هذا الشكل. انا غنكمل من بعد بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه ديالي كامله ونرجع معكم. من بعد ما ساليت البيتزا ديالي بالتمر، دابا غادي نضيف لهم شويه ديال الزعتر من الفوق، غير شويه باش كيعطينا داك النكهه مزيونه. صافي، وغندخل البيتزا ديالي للفران هي باش يذوب لينا هذا الفرماج، وصافي المكونات كامله راها طايبه، ونرجع نوريكم الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال الميني بيتزا ديالي، هما كيجيو على هذا الشكل. هانتوما شوفوا كيجيو بنان لذات، ما تشبعش منهم. انا متاكده غينالوا الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تشاركوا في القناه وتدعموني بلاي لايك لاي لايك، والكومونتيرات الزوينين ديالكم شكرا لكم بزاف بزاف على الدعم ديالكم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتي شهيوات فاطمه. اليوم غنحضر لكم رغيفات معمرين. العجين ديالنا غنحتاجو 4 ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض، وجوج كيسان ديال الفينو، ونص معلقه ديال الخميره ديال العجينه، الخميره الفوريه، ومعلقه صغيره ديال الملحه، والماء الدافئ. نبداو على بركه الله. بسم الله على بركه الله. دابا غادي نعجنوا العجينه ديالنا. العجينة ديال المسمن عادية، ديرو الخميرة، الملحة، بسم الله على بركة الله. نبداو نحلو هاد الخميرة، نعجنو العجينة ديالنا ديال المسمن عادية. دابا أنا غنسالي العجينة ديالي، وغادي نديرها في واحد البلاستيك غذائي ونخليها ترتاح، ونرجع معكم باش نحضرو الحشوة. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو في الحشوة ديالنا. عندنا فلفله خضراء مقطعه مربعات، فلفله حمراء، بصيله مشلضه، عندنا الملحه، شويه الملحه على حسب الذوق، عندنا المعدنوس، شويه ديال الابزار والخرقوم، وشويه ديال السكنجبير، وعندنا زيت المائده، والكفته ديالنا، والشعريه الصينيه، والفرماج للتزيين. اول حاجه نديرو البصله ديالنا تشحر، نستناو عليها على ما تنزل شويه.
الملحه كتبقى على حسب الذوق. دابا نزيدو الفلفله الحمراء والفلفله الخضراء نخليو الفلفله ديالنا شويه تشحروا ونرجعو نكملو الحشوه ديالنا. من بعد ما تشحرات لينا البصله مع الفلفله حيدناها، دابا غنشحروا الكفته ديالنا. بسم الله. انا هنا دايره الكفته ديال لادن، نتوما عندكم الاختيار ديال الكفته ديال اللي بغيتو. شحروا الكفته ديالنا ونرجع لكم نكملوا ان شاء الله. بعد ما تشحرات الكفته ديالنا دابا غنخلطوا الحشوه، غادي نضيفوا شويه ديال الخرقوم باش يعطينا اللون، المعدنوس، والفلفله والبصيله مشحره، ونزيدوا الكفته ديالنا. نتوما كيبقى لكم الاختيار، ديروا الكفته ديال لادان ولا الكفته ديال البقري، ولا ديروا طريفات ديال الدجاج تشحروهم وديروهم، كيبقى لكم الاختيار. ونخلطوا الحشوه ديالنا بحال هكا وندوزوا للعجينه. وجدنا الحشوه ديالنا والعجينه ديالنا ارتاحت. انا ديك العجينه خرجت منها 3 6 ديال الكويرات عفوا. دابا ندوزو نسرحو العجينه ديالنا على طريقه الطريقه ديال المسمن عاديه. بسم الله. العجينه كيخصنا نخليوها ترتاح باش كتعاوننا في الطلاق ديالها بحال هكا. نسرحوا العجينه ديالنا مزيان. نتوما سرحنا الكبيره ديالنا ديال العجينه هكا مزيان، رققناها مزيان حتى كيبدا يبان سطح العمل ديالنا. من بعد غادي نرشوها بشويه ديال السميده، ماشي الفينو، ماشي السميده ديال الحرشه، هاد السميده هادي ديال القمح الصلب، هادي صحيه كنفضل انا نديرها هي احسن، وكنطويو بحال المسمنات بحال هكا الطريقه ديال المسمن. ندهنوها شويه ديال بالزويته والزبده مذوبه، ندرو السميد ديالنا ونطويوها بشكل عادي، طويه ديال المسمنات، ونكملو. بنفس الطريقه كما سرحنا المسمنه ديالنا الاولى، ونجيبو هذاك اللي طوينا في الاول ونوضعوها في قلب هذه، ونثنيو عليها، كنديرو وحده في قلب وحده، مسمنه في قلب مسمنه. وانا كنسرح بحال هكا، تنخرج المربع ديالنا بحال هكا. انا غنكمل بهذه الطريقه المسمنات ديالي كاملين، نورقهم ونرجع معاهم. ها انتما الرغيفات ديالنا من بعد ما سرحناهم كما وريتكم في الاول، كانوا عندنا 6 ديال الكويرات، دابا بقاو لنا 3 حيت درنا وحده في قلب وحده. غنرجعوا نكمل معاكم. نسرحوا العجينه مزيان هكا على شكل مربع،
باش نعمرو الرغيفات ديالنا. نسمحوها مزيان وغادي نقطعوها دابا على ربعة، غتعطينا ربعة ديال الرغيفات. نقطعوها بموس ولا بهاد الشرارة هادي، غنهزو هاد المربع بحال هكا، نقادوه نحاولو نسرحوه غير من الجناب والوسط، نخليوه باش ما تقطعش لينا العجينة وتخرج لينا الحشو. غنستعنب هاد الزلافة ديرو بحال هكا باش البسيطلات ديالنا يجيو مقادين ويعطيونا الشكل ديال البسيطلات صغيورين مدورين. نزيدو شوية ديال الجبن مبشور، أنا عندي هنايا الجبن الأحمر، نتوما يمكن لكم تستعملوا أي جبن عندكم، جبنة الموتزاريلا ولا أي جبن متواجد عندكم. قادو بحال هكا صافي، هما كيجيونا على هاد الشكل هذا بسيطلات مدورين. أنا غنكمل بنفس الطريقة من بعد نوريكم الشكل ديال البسيطلات ديالي من بعد ما نسالي ها الرغيفات ديالي. من بعد ما ساليتهم انا درت هاد الشكل هذا، درته مربع وهادو هانتوما شوف بحال البسيطلات. دابا غادي نمشي نطيب الرغيفات ديالي، انا غنطيبهم في الفران واللي بغى يديرهم في المقيله يديرهم، انا كنفضل نطيبهم في الفران. هذا هو الشكل النهائي ديال البسيطلات ديالي، هانتوما كيجيو على هاد الشكل، كيجيو زوينين مقرمشين ولذاد. هانتوما شوفوا معايا هذه قطعتها، شوفوا كيف جات هانتوما فتيتين ورطيت بين وهشاش ولداد. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تشاركوا في القناه ديالي وتشجعوني بلي لايك ديالكم والتعاليق، وشكرا، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.